كنشكر شدائف ام بزاف وكنشكر المحسنين. شكرا شدائف ام، شكرا المحسنين، جزاكم بخير شدائف ام. شكرا شدائف ام على فرحة ولادنا. هاك يلا هاك هاك. السلام عليكم الاخوان الاخوات، كيف تشوفوا الان تمت الحمد لله عملية توزيع الأكباش على المستحقين في إطار الجمعية، جمعية التعاون مع الناس في عيد الأضحى. كما العادة كل سنة الحمد لله الكثير من الناس، وكثير خصوصا العيالات اللي عندهم أبناء، وخصوصا النساء اللي متوفي عليهم المعيل ديالهم وعندهم ايتام، هما الاولين تتعطاهم الاسباقيه في اطار الجمعيه تاع الاحسان. بهذه المناسبه اريد ان اشكر كل المحسنين اللي تعاونوا مع اذاعه شدا اف ام في اطار التعاون والتضامن الاجتماعي اللي سيكون كل سنه، والحمد لله هذه السنه كيف قلت لكم مرت في احسن الظروف. جميع الناس وجميع النساء خصوصا النسوة والأطفال تمكنوا من الحصول على الأضحية. شكرا للجميع، وإن شاء الله تنتمناو في هالظروف تاع كورونا تنطلبوا الله باش الشعب المغربي ينعم بواحد العيد في إطار ما يعرفه المجتمع المغربي بأن عيد الأضحى من الأعياد المهمة، الأعياد اللي تتجمع شمل الأسر. تنتمناو من الله هذه الجائحة باش يتعافى منها الشعب المغربي وتمر أيام العيد كلها هناء وصحة. وشكرا لكم، شكرا لكل من سهر على أن تمر هذه الأيام وهذا التوزيع للأضحية في أحسن الظروف. شكرا لأطر شدا اف ام، شكرا لإدارة شدا اف ام، وشكرا لكل من ساعد في وصول الجمعية إلى أهدافها المتوخاة. شكرا لكم. كنشكروا إذاعة شدا اف ام، وقفوا معنا الله يجازيهم بخير، المحسنين الله يعطيهم صحيحتهم. جزاكم بخير، الله يثبت العمل. كنشكر شدا اف ام، الله يكثر عليهم الخير، الله يخلف عليهم. كنشكر المحسنين، الله يرحم ليهم الوالدين والله يجازيهم بالخير في هذا النهار اللي تساعدوا معانا، الله يكثر خيرهم. فرحتينا الوليدات، الله يفرحكم. كنشكر المحسنين على هذا الخروف اللي عطاونا، فرحوا وليداتنا، الله يفرحهم بالجنه والله يحفظهم، والله يخلي لنا اذاعه شهاده، الله يحفظكم.